السلام عليكم ورحمة الله. مساء مطر بغزارة تعرضت له الطائف وأجزاء من جازان يوم أمس الأربعاء، حيث أدت العواصف الرعدية القوية التي ضربت جازان مساء أمس إلى مقتل شخص نتيجة الصواعق الهابطة والتي ضربت أثناء مرور العاصفة، كما نتابع في هذه المقاطع الموثقة من هناك. هذا وفي المقابل تعرضت مدينة الطائف مساء أمس إلى عاصفة مطرية مصحوبة بالبرد والصواعق، حولت الطرقات لأنهار جارية وعملت على جريان السيول والأودية والشعاب. شاهد معنا ما حدث مساء أمس. بينما لا تزال فرصة هطول الأمطار واردة بقية أيام الأسبوع تنشط فيها السحب بعد الظهيرة على الجبال الغربية الجنوبية من المملكة على شكل حالة عدم استقرار مصحوبة بالصواعق والبرد أحيانا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. Thank you.